وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين قد خلت من قبلكم سنة فسارعوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم الله قرح فقد مس قوم قرح مثله وتلك الأيام نداويها بين الناس ليعلموا الله الذي آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.